شو بدك؟ بدي اياك تطلع يا زلمه، اطلع من شان الله، الك 3 اشهر شغل، دار دار شغل، اطلع من الاوضه. مش طالع. اذا بدي اطلع من غرفتي للمرحاض بدي اتكل لي 16 ليره. الدوله الوحيده، المدينه الوحيده في العالم اللي بتصرف جوا دارك عمان، جابوا مستشارين من كل العالم، المانيا واليابان، عشان يفهموا انه كيف المواطن بيصرف جوا داره. ما عرفوش، قالوا الا رب العالمين اللي بيعلم، الا رب العالمين. طب يا زلمه بهمش، الله يخليك يا زلمه، اطلع احلك، اتحمام، غير جو، والله الاولاد نسيوا شكلك، اطلع يا ابن الحلال. اه حلو، حمام وحلاقه، هذه لحالها بدها مي وكهرباء، بدك تتكل لك 70 80 ليره. اسمعي، شوفي الاولاد وفرجيهم اي واحد في الشارع، قولي لهم هاي بابا. اقول لك شوفي جدي، شوفي تيس، قولي لهم هاي بابا. انا مش طالع. بدكش تطلع؟ لا 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 لا، بدكش تطلع؟ اعوذ بالله. طيب اذا بدكش تطلع، انا بدي اسحب حالي انا والاولاد ونروح عند دار اهلي، والمشوار هذا بده يكلفك 70 ل 90 ليره. لا شو قلت؟ اذا 70 ليره هيدي طالع. اجي اطلع يا زلمه، والله اشتكنا لك بابا. ها، شنطه انمزحت، بدي شنطه جديده. ولا عيني صرف، هي طلعت 16 ليره الشنطه لحالها، بس فتحت الباب، يعني لو فتحت الطاوله وجبت الرقاصه مع صبايا ما بكلفش 12 ليره. هيني راجع الباب. ايوه ايوه، جيت جيت. سيربرايز، جينا من امريكا ميشيغان. يس. مصيبة 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 مصيبة، افتح الباب. اللي صاير فيك ما رح يصير في حدا يا جوزي، ولك اخوي جاي من امريكا. السخيف عامل لي اياها مفاجأة. حلوت. افتح. جاي لحاله؟ لا، جايب لك حر وجاي. حلوت بزيادة، حلوت بزيادة. هلا بده غدا، الغدا بده 400 ليرة، حلو، مع شوية فواكه، مع حلو. روحي يا اختي روحي. اسمعي، هو عارف ان انا عايش؟ لا، هو بيعرف انك على قيد الحياة، بس من ناحية عايش مش عايش. يا بيي، ما احلاهم اللي مقطوعين من شجرة. يا بيي، نيال الأرامل والمكاتيع، نيالهم المكاتيع. اسمع، بدي اروح افتح له عيب مرزوع على الباب له ساعة، تخلينيش لحالي، الحكني. اسمعي، مش تقولي لي ان انا بدخن، يضل يمزح مني. اوعي، قولي لي جوزي ما بدخنش، ترك الدخان من زمان. أوكي. بدخن ملوخيه، بدخن قصب، بدخن كنادر، بولعها وبدخنها، بشم كنادر. هلا بدنا نسوي له، اذا في الصالون، فتحه الصالون بدها 60 ليره لحالها، بدها حلو، بده بزر، وبده قهوه، وبده حلو ام علي. شو هي هذه ام علي؟ خلطة خبز ناشف بجيبونا وكلمة حليب بخلطوها بطلع 3 ليرات و16% ضريبة. يا حبيبي، بتوصل لها 100 ليرة ام علي لحالها. وبعدين ليش سموها ام علي؟ يعني ليش ما سموهاش مثلا ام تيسير، ام خالد، ام رامي؟